أنا سعيد جدا أن تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي اليوم نسق مظاهرات ضد بعض السفارات الإماراتية. أنت لما يأتي يعارضك هؤلاء، طيب المنتمين لجماعات إرهابية، تعرف أنك على طريق الصحيح. لما يعارضك الإرهابي، تعرف أن أنت لما قلت اتفاقية سلام ونهجنا نهج السلام وأننا نريد أن نجلب للفلسطينيين خاصة وللعرب عامة، طيب نريد نجلب لهم مشروع للحياة الكريمة، مشروع للرخاء والازدهار، بديل عن مشروع الدمار والخراب الذي يتبناه هؤلاء أتباع تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.